ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبوت، نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت، تموت كل البرايا فسبحان من لا يموت. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، باسم الاسرة الكريمة والعائلة الكريمة جميعهم، والعائلة الكريمة جميعهم، يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان الى جميع القيادات الشعبية والتنفيذية وعمد ومشايخ الكرة والسادة اعضاء مجلس النواب، والى كل فرد الى هذا المكان جميعكم شكر الله مسعاكم جميعا. واخص بالشكر ايضا الى رجال كفر طحون، كفر ابو طحون وعنوان السيد صاحب الخلق الرفيع، السيد الاستاذ النحاس محمد بيك البحراوي المتواجد معنا ليتلقى العزاء، فباسمهم جميعا نشكر كل من اتى ليقدم واجب العزاء. هيا بنا لنعيش مع ايات الله البينات يكنوها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي الكبير فضيله القارئ الشيخ الدكتور رضا جمعة منصور، القارئ من اتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي طاووس قراء مصر المقيم النخاس مركز الثقافيه محافظه الشرقيه، يتفضل مشكور ليمتعنا بمعجزه الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم لا يستطيعون نصركم ولا Yeah.
وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله إن ولي الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب. بسم الله والذين تدعون من دونه ما يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وأعرض عن I'm
تراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون.
Oh,
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتك وله يسجدون ويسبحون.
الله يكرمك. صلي على خمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه حبيبي رضا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله فاتقوا الله وأطيعوا
وأطيعوا الله ورسوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم وعلى ربهم يتوكلون 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 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون الذين
الصلاة ومما رزقنا الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق وكذا اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عشنا واستمعنا في كتاب الله الكريم من ايات الله البينات فلها علينا ذلكم العالم القراني الاذاعي فضيلة القارئ الشيخ دكتور رضا جمع منصور القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي والمقيم بتخصص مركز زكازيك محافظه الشرقيه الاسره الكريمه والعائله الكريمه تقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان الى كل من ادى ليقدم واجب العزاء والى رموز الواجب الشرقيه بل بجمهوريه مصر العربيه معالي المستشار احمد بيك دياب سيادة النائب الاستاذ مجدي جلال عاشور عضو مجلس النواب السيد الاستاذ النائب عمرو بيك التونسي عضو مجلس الشيوخ الاستاذ شامل الحاروني والى تجار الثروة الحيوانية اصحاب الواجب دائما المعلم عطية والمعلم حسين والمعلم عودة وجميع التجار والى كل من اتى وحضر ليقدم واجب العزاء والى اصحاب الواجب دائما والمتواجد معنا ليتلقى العزاء باسم قرية كفر ابو طحون السيد الاستاذ محمد بك البحراوي ليقدم ويشارك واجب العزاء الى كل من اتى الى هنا شكر الله مسعاكم جميعا هندستنا الكهربائية الضغط العالي الحاج علي محمد علي تحت ادارة الاستاذ محمد علي محمد علي كف الاحرار بالزقازيق خازن الفراشة الكبرى الحاج خالد محروس الصغير واولاده شارع فاروق الزقازيق خدمة الضيافة المميزة المتر عبد الحميد ميدو الدولي بلنيوس خدمة النت العالمية عبر العالم عميدي مصوري مصر مهندس ناصر صلاح واولاده شارع وجميل الزقازيق ايها السادة شكر الله مسعاكم جميعا